بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا الآن هذا الاكسبديشن، مضيعين الرقم، ما نعرف الرقم السري اللي فك الأبواب. كيف نستخرج الرقم السري؟ تابعونا بهذه الطريقة بأسهل الطرق، وإن شاء الله ما تأخذ دقائق إلا أن تعرفها بإذن الله. تابعونا. نجي الآن من عند باب الراكب. طبعا هذا باب الراكب، وهناك السواق. نجي باب الراكب، نفك هذه، تمام، نشيلها جلدة. كذلك نفك الديكور، كل السحب، كل الكلبسات. نجي الآن هنا ونفك المسمار هذا. شوف الكمبيوتر، الكمبيوتر الآن فيها ورقتين، الآن نسختين، واحدة هنا تمام، والثانية فوق. طبعا الرقم مكون من 5 أرقام. الأرقام هذه هي الأرقام، 5 أرقام. نأخذ الـ5 الأرقام هذه ونحفظها عندنا، هي اللي تفك الباب، باب السائق. شوف الآن نجرب ونشوف. مثل ما أنتم ملاحظين الآن مقفل الباب. نبدأ الآن نحط الرقم. الآن فتح معنا الباب. هذا ما حبينا نفيدكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم والدعم والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.